جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. أهلا بكم وللتفاصيل. والبداية من الصحف المحلية ونقرأ من صحيفة الأخبار: السيسي للحكومة سيطرة على الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه. الرئيس يستجيب لأول الثانوية العامة من الدمج ويدعوها لمؤتمر الشباب. في سياق آخر، تظلمات الثانوية العامة والمرحلة الأولى للتنسيق غدا. الأرصاد تحذر من الشمس وتنصح باستخدام أغطية الرأس. نطالع من صحيفة الجمهورية: سيسي ضمان مخزون كاف من السلع وتجديد الرقابة لمواجهة الاستغلال ومراجعة بيانات التموين. ومصادر بالتعليم العالي تكشف مؤشرات أولى تنسيق 95.6% علمي علوم و 92.92% الرياضيات و 79.26% للأدبي، وتحذير الجامعات الخاصة من فرض شروط إضافية للقبول بالأول من أغسطس. إلى صحيفة المصر اليوم والتي كتبت في صدر عناوينها: الأمن يحدد هوية منفذ هجوم البدرشين والداخلية مقتل 2 من حركة حسم الإخوانية في الجيزة. النقد الدولي: ندعم بقوة الإصلاحات الاقتصادية المصرية. وسحر نصر في حديث خاص للصحيفة: نعمل على تجهيز خريطة الاستثمار تضم كل من الفرص الجديدة والمناطق الاستثمارية والاقتصادية الجاذبة للاستثمار. نرصد من عناوين اليوم السابع: تصفية 4 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالإسماعيلية. وصندوق النقد: التضخم سينخفض بشكل كبير في مصر خلال عام. قائد القوات الخاصة الليبية للصحيفة: أمن ليبيا ومصر لا يتجزأ. وزيارة الفريق حجازي رفعت معنويات رجالنا. صحيفة الوطن في ملفها الخاص كتبت: معاقل الرعب بالصعيد في قبضة الداخلية. قوات الأمن تدك بؤر الإجرام وأوكار السلاح والمخدرات في 11 محافظة. في شأن آخر، قالت الزراعة قانون جديد لملاحقة مافيا تكفيف وردم البحيرات. في مقالها بصحيفة الأهرام أكدت الكاتبة والصحفية سكينة فؤاد أن الإرهاب لن يهزم أبدا ولم يهزم شعوبا مطمئنة لصلابة وتماسك جبهاتها الداخلية. وقالت: الكلمات أعمقها وأصدقها تقف عاجزة ومتواضعة. كلما قرأت المزيد من البطولات التي قام بها قائد الكتيبة 103 صاعقة المنسي الذي لن ينسى أبدا ورفاقه العظام، ولو كان جيش مصر العظيم المكون من أشرف وأعظم المقاتلين يواجه مجرد مجموعات من عصابات وجماعات إرهابية ومرتزقة دون دعم إقليمي ودولي و تطهير لسيناء منهم على الفور، وما أثق به أن دماء أبنائنا غالية جدا وأنه لن يفلت بجرمه وإثمه كل من شارك في إهدارها تمويلا أو تدريبا أو تخطيطا، وسيعلم الذين ظلموا أمتهم وتحالفوا مع أعدائها أي منقلب ستحمله الأيام المقبلة لهم. أهلا بكم جديدا. نتحول للصحف العربية ونقرأ من صحيفة الحياة اللندنية: المسجد الأقصى رهينة في قبضة الاحتلال الصهيوني، وإسرائيل تواصل حصار القدس لليوم الثاني على التوالي. طهران تعتبر ستانا نموذجا لحلول إقليمية، ومطلب إطاحة الأسد يتراجع. اعتقال العشرات من دواعش الموصل. وجاءت أبرز عناوين صحيفة الدستور الأردنية كالتالي: منظمة التعاون الإسلامي إغلاق الأقصى جريمة خطيرة وعدوان على المقدسات. موسكو ترحب بتخلي باريس عن أولوية المطالب برحيل الأسد. والجيش السوري يسيطر على حقول النفط في الرقة. استمرار انقسام القوى السياسية في لبنان. نرصد من صحيفة الشرق الأوسط: الاحتلال يتمادى في انتهاكاته للأقصى، والحكومة الأردنية تحذر من عواقب ذلك. الحكومة اليمنية تدعو الانقلابيين لحقن الدماء وإقلاع أولى رحلات الخطوط الليبية من مطار بنينة في بني غازي. نقرأ أيضا من صحيفة القبس الكويتية للجبير: سنزود فرنسا بملف كامل عن تجاوزات الدوحة. الطائرات السورية تقصف القلمون، وتعزيزات عسكرية تركية تصل إلى الحدود السورية. التحالف العربي يدمر مخازن الأسلحة للحوثيين في شمال صنعاء. نطلع من صحيفة المستقبل اللبنانية: الجيش اللبناني يؤكد أن الوضع الأمني في أفضل حالاته عقب تحرير الموصل. عودة النازحين إلى المدينة حلم بعيد المنال بسبب ما لحق بالمدينة من دمار.
وابن داغر وحدة اليمن لن تتحقق إلا بصيغة اتحادية جديدة، والسراج يعلن عن خريطة على خريطة جديدة لليبيا. ومن صحيفة الخليج، في افتتاحياتها أكدت أن القدس مدينة فريدة مسكونة بالطهر والإيمان، فهي مدينة الأنبياء والرسل، لونها بلون الدم، الشهداء الأبرار، فهي أيقونة فلسطين ولن تستسلم أبدا. وأضافت: هي القدس، هي الصلاة بين الأرض والسماء، تردد مساجدها كلام الله في كل أذان، وتصدح أجراس كنائسها بالمحبة والتأخي والسلام. هي قدسكم يا عرب ويا مسلمين، تشكو حالها من هوان وحصار وعنصرية صهيونية، تضيقها شتى ألوان العذاب وتجردها من تاريخها، وتغلق المسجد الأقصى في وجه المؤمنين. لأول مرة منذ قرابة 50 عاما سوف تبقى القدس هي القلب النابض للعرب ما دامت هناك حياة على وجه البسيطة، وستبقى هي الجذوة التي تشعل الإيمان، وستظل القدس دائما وأبدا مدينة المولى تبارك وتعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. إلى الصحف العالمية، ونبدأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ونقرأ منها: الولايات المتحدة غزت العراق منذ 14 عاما والآن إيران هي التي تهيمن عليه. واشنطن أنفقت أكثر من $1 تريليون وفقدت نحو 4500 جندي في محاولة لجعل العراق قلبا نابضا للشرق الأوسط في مواجهة الصدام مع الغرب، لكن تأثير إيران أصبح له اليد العليا هناك. إلى الصحف البريطانية ونقرأ من صحيفة الأوبزيرفر: سكان الموصل يكشفون للصحيفة عن أمالهم ومخاوفهم عقب خروج داعش. جثث عائمة يوميا قرب الموصل تثير مخاوف من انتقام الميليشيات الشيعية. وبلير يحذر أي خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي يسفر عن وجود زعيم المعارضة جريمي كروبن في مبنى رئاسة الوزراء سيصبح كارثة. نقرأ أيضا من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: في استطلاع للرأي أجرته الصحيفة، موقف ترامب أصبح ضعيفا منذ الربع. نسبة تأييد الرئيس انخفضت إلى 36% مقارنة ب 42% في إبريل الماضي. خطاب أردوغان في الذكرى الأولى للتمرد الفاشل يلقي الضوء على الانقسامات التي تضرب البلاد. الرئيس التركي استغل الذكرى لاتهام خصومه بالخيانة والتآمر. ومن الصحف الفرنسية نقرأ من صحيفة لو فيجارو: نتنياهو المحاط بالكثير من المشاكل في بلاده يصل إلى باريس اليوم لأحياء ذكرى اعتقالات تطالت عددا كبير من اليهود في عام 1942. بعد عام تركيا الجديدة أصبحت تحت سيطرة أردوغان الذي استخدم التمرد الفاشل لتولي صلاحيات كاملة وإغراق البلاد في العزلة. من صحيفة هارتس الإسرائيلية: بعد هجوم المسجد الأقصى نتنياهو يسير على خيط رفيع بشأن قضية حائط البراق. إسرائيل تتعرض لعاصفة من الانتقادات بعد إغلاق الموقع المقدس، وتضطر لإعادة المسجد اليوم أمام المصلين. وتقرير يكشف بيع جريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي لسندات إسرائيلية بقيمة تقدر بنحو $250,000 في أول هذا العام، ولم يدركها في الكشف المالي الأول له في شهر مارس. عودة إلى صحيفة الأوبزيرفر البريطانية، والتي رصدت احتفال العراق بتحرير مدينة الموصل من براثن داعش محذرة من صعود التنظيم الإرهابي مرة أخرى، وقالت: من الواضح كما يبدو من هزيمة داعش في الموصل العراقية وطرده من بلدة دابق السورية أن التنظيم أصبح يواجه النهاية. فدابق هي البلدة التي شهدت قيام متطرف بريطاني بقطع رأس عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسوك، وهو ما فتح الباب للتدخل الغربي في مواجهة داعش، وكانت أيضا مركزا للدعاية لهذا التنظيم المتطرف. من المؤكد أن داعش خسر دولته التي كان يحلم بها، لكنه نجح في الحصول على مؤسسة متعددة الجنسيات لم تكن موجودة من قبل، وقد يصعد من جديد إذا لم تنكسر شوكته. داعش تسبب في تكلفة باهظة للجميع، والخوف الآن من التفرقة والتمييز الطائفي، وهو نفس السبب الذي كان وراء بزوغه من قبل. والآن مشاهدينا الكرام، وقفة مع أبرز رسوم الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابع.
ختام وجولاتنا الصحفية. نشكر لكم طيب المتابعة. تجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة في موجز إخباري. إلى الملتقى من جديد.